انظر الآن إلى قبة زيرود يوسف، أين من المنتظر أن يصادق نواب البرلمان اليوم في جو مشحون على مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات. ويكتسي المشروعان أهمية بالغة عشية استحقاقات انتخابية مهمة سنة 2017، خاصة وأن بعض مواده أثارت أحزاب المعارضة والأحزاب الصغيرة التي رأت فيه إقصاء لها وتراجع عن الخيار الديمقراطي، خاصة أن الانتقادات طالت المادتين 94 و73 تحديدا، معتبرينها أنها تقصيان الأحزاب المغمورة، إذ تشترط الأولى الحصول على تمثيل انتخابي لا يقل عن 4% في آخر اقتراع للمشاركة في الانتخابات المقبلة. للحديث عن هذا الموضوع نربط البث مباشرة بموفد تلفزيون النهار إلى قبة زيرود يوسف أحمد مدني ورفقته السيد نعمان لعور قيادي بحركة مجتمع السلم. أهلا بك أحمد. صباح النور زميلي، مشاهدينا الكرام، صباح أسعد. كما أشرت سابقا زميلي، نحن الآن متواجدون ببهو المجلس الشعبي الوطني، أين سيعقد بعد قليل الجلسة العلنية للتصويت على مشروع قانوني الانتخابات الجديد، وكذلك اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. طبعا هذا القانون الذي أثار الكثير من الجدل على المستوى السياسي وكذلك الإعلامي وبين مكونات الطبقة السياسية، فالمعارضة طبعا وصفت هذا القانون أو هذا المشروع القانونين، أي قانون الانتخابات وكذلك الهيئة العليا، بالقانون المشحف والإقصائي، خاصة ما تعلق بعتبة 4% التي تهدف حسب السلطة إلى تطهير المشهد السياسي. أما الموالاة وحزب الأغلبية فتمنوا ورحبوا مثل هذا القانون. للتذكير فقط، أنهت اللجنة القانونية بالبرلمان اجتماعها أمس ليلا حوالي 2 صباحا، حيث تم صياغة التقرير التكميلي للجنة القانونية حول قانون الانتخابات، وهو الآن بين يدي. للإشارة فقط، هذا القانون طبعا هذا التقرير التكميلي رفض جميع التعديلات والمقدرة ب96 تعديلا، أي أن صياغة القانون كما صادق عليه مجلس الوزراء بقى كما هو على مستوى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا التقرير الذي أثار الكثير من الجدل بين نواب المعارضة داخل قبة زيرود يوسف، يحضر معي ضيفي الأستاذ نعمان نعور، نائب عن حركة مجتمع السلم. صباح النور سيدي. صباح النور، أهلا وسهلا. إذا مشروع التقرير التكميلي طبعا هو بين يدي، المتعلق بنظام الانتخابات، رفض جميع التعديلات المقدمة من نواب البرلمان، يعني ما هو تعليقكم على هذا التقرير؟ والله على كل حال، احنا بالنسبة لنا نتأسف بعدم الجدية في عمل اللجنة، لأن في نهاية الأمر أن اللجنة التقت مع النواب الذين قدموا اقتراحات وهم في حدود 96، وليس هذا فقط، وكذلك استدعت والتقت مع خبراء منهم أساتذة جامعيين في القانون، وكذلك بعض رؤساء المكاتب الولائية أو ما نسمي رؤساء المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية. إذن هذا الطاقم كله في نهاية الأمر، ما هي المخرجات؟ لا شيء، لا شيء. وكأن اللجنة هي عبارة عن مكان لتسجيل قانون جاءت به وزارة الداخلية، ولابد أن يبقى كما هو بدون تغيير وبدون تعديل. وهذا نتأسف، لأن في نهاية الأمر وكأننا نضيع في الوقت وفي الجهد وفي المال بالمجان. وهذا يعني يمكن نقول أن اللجنة لم تكن موفقة ولم تؤدي الغرض والطلب العمل الذي كان مطلوب منها، وهي أنها تناقش بجدية التعديلات من أجل تحسين القانون. احنا لا نقول إلغاء القانون، وإنما تحسين التشريع. وبهذه الطريقة للأسف الشديد اللجنة لم يبقى لها مبرر الوجود. طبعا التقرير التكميلي للجنة القانونية
نسف يعني الاتفاق المبرم بين نواب المعارضة وكذلك نواب الأفلان حول إلغاء أو إسقاط المادة 93 والرابعة 94، ما هو تعليقكم؟ والله على كل حال احنا بالنسبة لنا احنا لم نتفق مع أحد حتى نكونوا في الصورة. على كل حال إذا كانت هناك بعض الأطراف من المعارضة قد اتفقت معهم أنا لا أستطيع أن أعلق على هذا الموضوع، لكن الشيء اللي متأكد منه الأمر احنا ننتظره. على كل حال احنا نعلم ونؤكد مرة أخرى الأفلان أو الموالاة هي ليست أحزاب، هي عبارة عن أجهزة تنفذ الأوامر الفوقية، وبالتالي جاء الأمر بأن القانون لا يغير لا يغير وانتهى الأمر ببساطة بدون حياة، وهذا للأسف الشديد. ولهذا العملية السياسية في الجزائر لا تزال أن العملية السياسية غير صحيحة، وهذا هو المشكل في العمل الآن. هو لما يكون الآن علاش نقول لك الكلام هذا؟ لأن حتى ربما في الأفلان كان بعض النواب الذي قدموا اقتراحات لإلغاء حتى هذه المواد، لكن في نهاية الأمر لما جاءهم الأمر أن القانون يبقى كما هو قالك سوف نمرره كما هو. إذا لم يعد مبرر وجود البرلمان بهذه الصيغة، وبالتالي على كل حال الأولى أنه نلغي هذا البرلمان ونبقى الجهاز التنفيذي ويتحمل مسؤوليته حتى يتحمل مسؤوليات الأخرى. يعني بالطريقة هذه نتأسف على العمل بهذه الطريقة. فيما يخص يعني نواب المعارضة داخل قبة زيغود يوسف، طبعا عودتنا يعني بخرجاتها الإعلامية بلغة التهديد والوعيد طبعا، إلا أن يعني المتتبع يعني وعندما نحاول استقراء يعني تحركاتكم على أرض الواقع فنراها يعني زوبعة في فنجان. يعني أنتم كنواب ممثلي الشعب انتخبكم الشعب، لكن هامش المناورة قليل جدا، يعني كيف تفسرون؟ والله على كل حال هذا هو النظام السياسي الجزائري. على كل حال لا، النظام السياسي في الجزائر لا يؤمن إلا بنفسه ويعتبر نفسه هو يفهم كل شيء وغيره لا يفهم شيء. وإحنا لما نتكلم إحنا لا نملك شيء، في نهاية الأمر إحنا نقول كلمتنا ونوضح للرأي العام ما الذي يحدث في قبة البرلمان وما يحدث في اللجان من التجاوزات القانونية ومن التجاوزات حتى في بعض الحين نقول نسمي أنا بالنسبة في بعض الحين نسمي أخلاقية. على كل حال لأن في المفروض باللي العمل ليس بهذه الطريقة، لكن في نهاية الأمر المعارضة لا تملك شيء، ليس القوة الأغلبية ليس معها، لو كانت عندنا الأغلبية سيكون لنا كلام آخر، لكن الأغلبية ليست معنا وبالتالي يتحمل مسؤولية الموالاة. ولهذا من المفروض المواطن لما يسمع كيف هذه الموالاة تسير دفة الحكم، ما المفروض الانتخابات القادمة لابد أن تتخذ موقف من هذا وتتحمل كذلك، الشعب لابد أن يتحمل مسؤوليته. هي ليست مسؤولية منتخبين فقط، المنتخبين يقولوا كلمتهم ويقولوا أن الذي يحدث غير طبيعي، لكن في نهاية الأمر الذي يدفع الثمن هو المواطن، لأن هذه سيادته هي التي يلعب بها، وبالتالي حتى المواطن لابد أن يتحمل مسؤوليته ويتحمل مسؤوليتنا كلنا، وليس هناك مجموعة تحمل ومجموعة لا تتحمل. تتحمل مسؤوليتها في الانتخابات القادمة وتتحمل مسؤوليتها في أمر آخر. ولهذا احنا بالنسبة لنا إذا كان تعتقدون وش بإمكاننا نديره، احنا بالنسبة وش نديره وش نقدر نديره؟ التصويت لهم الأغلبية، لما نقول في اللجنة أغلبية في الجلسة أغلبية تجاوزات قانونية وهم يقول لك احنا ننتظر الأوامر من الحكومة، وش قلنا الحكومة نديره؟ فبالتالي احنا يؤلمنا هذا، وش نقدر نديره؟ احنا لا نملك شيء كثير، احنا الشيء الذي نملكه هو اننا نوضح للرأي العام ونرفض هذه القوانين ونوضح الرأي العام لماذا رفضنا هذه القوانين وما هو محتوى هذه القوانين حتى يكون الرأي العام مطلع على الموضوع. هذا الذي نملكه ولا نملك شيء اخر بامكاننا القيام به. في الشق المتعلق يعني بقانون 73 وكذلك 94 وعتبة 4%، طبعا توجه السلطة يعني نحو تهديب العمل السياسي وتطهير يعني العمل السياسي وكذلك من يعني أصبحت بعض الأحزاب، يعني نحن كصحفيين نلاحظها أصبحت كدكاكين سياسية سجل تجاري يعني تتاجر به في المواعيد الانتخابية، ألا تعتقدون يعني شيئا من المنطق والصواب أن توجه السلطة يعني في هذا القانون له يعني من الأحقية؟ لا شوف احنا مع تنظيم العمل السياسي نعم حتى نتفقوا نلغي هذه الممارسات السيئة نعم، لكن قلنا الممارسات وكذلك هناك المال السياسي المال الفاسد الذي يعمل كذلك من أجل شراء ذمم الناس في الأحزاب وفي الشعب، لماذا لا يعاقب هذا؟ لماذا لا يعاقب؟ لأنهم الذين يقومون به. معليش
نحن مع تهذيب العملية السياسية ومع تنظيمها، لكن القضية في 4% احنا لا تقلقنا 4%، يعتقد بلي احنا تخوفنا 4%، احنا ما تخوفناش. المشكلة المطروحة ربما باش نوضح شيء آخر، أن في نص القانون هو كأنك هناك مواقف سياسية يصبح لك ممنوع أنك تتخذها. نعطيك على سبيل المثال حتى تكون واضح، إذا أنا الآن أقرر مثلا الآن أقرر مقاطعة الانتخابات، فإذا قررت مقاطعة الانتخابات أتدري أن الانتخابات القادمة لا أستطيع الدخول فيها؟ ما أقدرش ندخل فيها. تعرف لا؟ يقول لي سمع أنت ما عندكش 4%. علاش ما عندكش 4%؟ ليس أن ما عنديش شعبيتي ب 4%، أنا عندي أكثر من ذلك، لكن يقول لي أخويا أنا بالنسبة لي عندك صفر لأن لم تشارك في الانتخابات، أي معنى الانتخابات القادمة لا تشارك، وهي وسيلة من وسائل الغلق والضغط على المعارضة حتى أنها تدخل في اللعبة السياسية وتسير في المسار الذي يريده. احنا نرفض هذا التصرف، لهذا احنا نقول القضية ليست قضية 4 ولا 7 ولا 10، القضية مرتبطة بالعملية السياسية في حد ذاتها. الأصل أنك تفتح المجال السياسي، والشعب هو السيد الذي يقرر وليس الإدارة هي التي تقرر. باش الإدارة تقول يسمع هذا نسمح له وهذا ما نسمح له، لا يا أخي، شكون أنت؟ شكون أنت باش تقبل هذا وما تقبلش هذا؟ الذي يقول نقبل هذا وما نقولش هو صناديق الاقتراح، والشعب هو الذي يقرر، يقول لك أنا نمشي مع هذا وما نمشيش مع هذا. ماشي الوالي ولا الإدارة تجي تقول لي هذا نسمح له يشارك وهذا ما نسمحلوش. إذا القضية غير ديمقراطية، وهذا ما أساس بحرية الترشح في نهاية الأمر. حرية الترشح لأي انتخاب هذه حرية شخصية وهذا حق من حقوق المواطن، لكن لما تأتي بالقانون الآن تقول له أنت ما عندكش الحق تترشح، نزعت له حق من الحقوق، أي حق؟ في الشق يعني تاني هناك قانون اللجنة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، لاحظنا نحن أن معظم 96 تعديل يعني مس إلا قانون الانتخابات، وهناك تعديلين فقط مس يعني قانون الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات. وأنتم كنواب يعني داخل قبة زيغود يوسف نواب المعارضة طلبتم بلجنة للإشراف على الانتخابات، هناك فرق بين الإشراف والمراقبة يعني في القاموس السياسي. إذا طبعا لماذا هذا التركيز على القانون دون سواه؟ والله على كل حال القانون تاع الهيئة احنا رافضينه من الناحية المبدئية، عطاف له لنا مرافضينه لنا منصوص عليه في الدستور، معنا ما نديره، احنا الدستور رفضناه. وهذه اللجنة اللي جات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات هذا عنوان، وهي عبارة عن عمل إداري، لان احنا بالنسبة لنا قلنا لهم احنا هاربين من الإدارة لانها غير محايدة وهي منحازة، فإذا بكم تجيبون لجنة واحدة أخرى إدارية خليهم من الإدارة، إذا وش نناقش الكلام؟ فلهذا احنا بالنسبة من الناحية المبدئية رفضينا لن نناقشه أصلا، لان بحكم لو نتكلم عنها يقول لك سي محمد الدستور يقول كذا وكذا وهي معينة بالدستور بحكم أن هذه الهيئة أول شيء معينة غير منتخبة، رئيسها معين وغير منتخب، وهي مهيئة. وفي نهاية الأمر جد نروح الكبعيد، لأن في نهاية الأمر الهيئة في حد ذاتها أعضاءها يعينهم من يعينهم، معينين مش منتخبين. بالتالي عن أي لجنة تتكلمون، عن أي مراقبة تتكلمون؟ إذا المشكلة، إذا احنا بالنسبة لهذا احنا بالنسبة لنا هذه مضبوطة بدستوريا، لهذا احنا قلنا هذه مرفوضة شكلا ومضموما ما دام رفضناها في الدستور، ورفضنا الدستور شيء طبيعي نرفض هذه، ما بقاش نقاش فيها. أما قانون الانتخابات عندك هامش، ولهذا قدمنا تعديلات في القانون اللي هي مش منصوص عليها دستوريا، وإنما هي عبارة عن قانون جاء وخاصة الدستور يقول لك يدفع إلى أن تكون العملية نزيهة، الكلام الذي هو مذكور. إذا معناه قلنا ما دام الكلام هذا إذا نأخذ هذا ونحاول أن يكون القانون الموجود اللي هو قانون الانتخابات نركز عليه، لأن في نهاية الأمر لما ندير آليات الرقابة التي بإمكان القيام بها في قانون الانتخابات هذه ما نحتاجهاش، ولهذا كان التركيز على قانون الانتخابات وليس على 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 هيئة، لنعتقد أنها هيئة إدارية لا تقدم ولا تؤخر. بعد قليل سوف يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني على اختلاف توجهاتهم السياسية والأيديولوجية على مشروعين يعني هامين سوف ينظمان الحياة السياسية. أنتم كنواب المعارضة هل نتوقع سيناريو قانون المالية؟ هل سوف تنسحبون؟ يعني ما هي الاحتمالات؟ تعرفوا شيء، الحاجة الأولى تنظر التلفزيون، تغلقوا التلفزيونات، وحدة غلقوا الويفي،
غلقوا كل شيء، لن تروا شيء من الذي يحدث. ولهذا احنا بالنسبة لا يمكن نقبل بهذا القانون، احنا لا نقبل بهذا القانون. سوف نتصرف الذي في التصرف، لكن سيكون تصرف في مكان مغلق بحكم ان مغلقوا عليكم كل شيء. إذن شكرا سيد نعمان العور. إذن زميلي في استوديو الأخبار وكذلك مشاهدينا الكرام، طبعا المعارضة دائما ما زالت تعزف على وتر التنديد ولغة الوعيد. إذن بعد قليل أو حوالي ساعة، أقل من نصف ساعة، سوف تبدأ يعني جلسة التصويت والمصادقة على مشروع قانوني الانتخابات الجديد وكذلك اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات في صيغتها الجديدة، وسنوافيكم يعني بالتفاصيل في مواعيدنا الإخبارية القادمة.